نبداو نبداو النقاش ماشي تنكون نتفقوا 100% ولكن النقاش على الاقل يبدا. الاشكال اللي كاين دابا مع اليسار ما بغاوش حتى النقاش ما بغاوش يبداو. دابا حزب حزب الاشتراك حتى الهضره ما كيجلسوش يهضروا مع سميتو. واش هما داخلين البرلمان ومع المخزن ولكن ما جلسوش يهضروا مع مع الاسلاميين. زعما بالنسبه لي هذه ما عندها حتى شي ما عندها حتى شي اساس وما عندها حتى شي معنى. وهذا اشكال. انا كنهضر دابا كنعطيكم الراي ديالي وراي يمكن الاخوان ما يتفقوش معاه اللي كيتسمتوا لي، ولكن انا ما تنفهمش كيفاش الناس اللي كيقولوا راسهم ديمقراطيين ماشي كنقول لهم جلسوا تتفقوا معاهم وقبلوا داكشي اللي كيقولوا لهم، غير جلسوا الله يرحم باباكم وريو المغاربه انكم تجلسوا تناقشوا وتواجهوهم. والكلام اللي كنت انا كنستعمله في هذه اللقاءات كنقول لهم انا حسبوني كمواطن لامضه، انا واحد الانسان اللي ما هنا ما هنا وعندي مشكل، ما بغيتش تكون عندي دوله دينيه، ما بغيتش الدوله تحكم ليا في مراتي خاصها دير سميتو دير هذا، ما بغيتش الدوله اللي تقول لي صوم ولا ما تصومش، ما بغيتش تقول الدوله اللي تقول لي تصلي. انا محتاج واحد المعسكر يساري يحقق لي هذه الحريات. واش فهمتي؟ والصراحه زعما باش نكون صريح معكم، باش ما غاتي انا دابا ما كنهضرش معكم سياسيين، كنهضر معكم كل ما عندي لا اجنده لا حتى شي حاجه. الحال هو انه المشكل كان مع اليساريين. اليساريين هما اللي هبطوا الريدو وما بقى لا اتصال لا شي حاجه. ما كنهضرش من غير الناس الدراري ديال كنعتقد ديال النهج هما اللي بقاو في علاقه. وفعلا هذا جعل انه السلطه والناس اللي منتمين للسلطه يقول لك واش تي هادو الراديكاليين، هذه راه ايران مع الماركسيه. ولكن الحقيقه ملي الانسان كياخذ الوقت وكيسمع الناس اش تيقولوا، لا من الناس ديال اللي كيسموهم اليسار الراديكالي، لا الناس اللي كيسموهم هما ردهم كاع شيعيين وردهم كاع مع ايران، ملي كتصنت الكلام ديالهم والمسائل اللي قابلين يتعاقدوا عليها، كنعتقد كاين شي حاجه علاش نبنيو، كاين شي حاجه علاش نبداو نقاش. والحال هو انه انا كنعتقد انه 20 فبراير كحركه ما كانش، انا ما تنعتقدش انها فشلات، لانه ما كناش تنتظروا من حركه 20 فبراير انها غادي دير لنا الدستور هي وغادي دير داك الشيء. حركه 20 فبراير عبأت الناس اللي هبطوا الزنقه وبينوا انه كاين رغبه في التغيير وكاين رغبه في الديمقراطيه، من بعد خاص السياسيين يديروا خدمتهم. وهنا ما تنهضرش على السياسيين اللي داخلين في اللعبه المخزنيه، ما تنهضرش على السياسيين الاغلبيه اللي في البرلمان الى اخره. واخا كنستني الحزب الاشتراكي الموحد لان فعلا كيقوموا بعمل اللي هو صراحه زعما جاد ومهم في لا فونكسيون تريبونيسيان ديالهم، ولكن كنهضر على السياسيين اللي هما في المعارضه بالنظام. بمعنى اخر المعارضه، ماذا اعني بالمعارضه النظام؟ المعارضه للسلطويه. هاد الناس هادو الى حد الان اخفقوا.